وهذا الحقيقه يعني قد يكون مثار استغراب للبعض، ولكن انا شخصيا غير متفاجئ بهذا القرار. هم دائما لم يسعون الى تخفيض رواتبهم او رواتب الاخرين من تاسيس البرلمان من الدوره الاولى، دائما يسعون وطموحين دائما الى زياده الرواتب. يعني فالغريب استاذ عدنان انه قبل ايام كان الحديث انه على سلم الرواتب وضروري تعديل سلم الرواتب وعلى الحكومه ان تدفع بسلم الرواتب، ونفاجئ انه البرلمان يتخذ قرار سريع مثل ما اشار دكتور نبيل، يمكن اسرع قرار مر على البرلمان بزياده رواتب رواتبهم 30% ومخصصاتهم. والغريب انه كان العدد يعني اكثر من النصاب المطلوب. فما يعني انا الحقيقه يعني استغرب انه يطالبون بتخفيض رواتب الوزراء، يعني ما اعتقد انه هذا الامر ممكن يكون. يعني انا اشوف مرات عضو مجلس النواب مرتاح بالصرف، يعني من يروحون يعني يبلطون شوارع، يفتحون متاجر، مولدات، محولات، كذا، هم مرتاحين ما محتاجين الراتب. لا هم شوف اكو امتيازات قد احنا ما مطلعين عليها، لانه كلهم عندهم سيارات ويطالبون بسيارات التاهو لهم والحماياتهم، ورواتبهم من الدرجات الخاصه وتحسب لهم الشهاده ويحسب لهم امتيازات اخرى. وبالتالي انا اعتقد متوسط يمكن فقط الاعداديه اللي هو 5.5 مليون على ما اذكر، لكن البقيه كلها اكثر من 7 مليون. يعني هذه عدد رواتب الحمايات الان ممكن الرقم يرجع رواتب الحمايات ما لهم علاقه بين العشرة وبين ال12. رواتب الحمايات ما لهم لا علاقة. هم يستلمونها لانه ينزل بحسابهم، وبعدين يعيدون توزيعها على الحمايات. كل الحمايات اللي شفتهم اني يشكون انه ما ينطونهم الراتب اللي مسجل لهم او المقعين عليه، دائما ينطونهم جزء من الراتب، وقسم من النواب يعني مسجل اسماء مو بالضروره انهم يكونون وياه. طيب احنا نتحدث عن هذه الحقيقه موجوده، نصف مليار دولار تقريبا. نعم. سنويا رواتب موظفي واعضاء مجلس النواب نصف مليار دولار. لا نصف 400 واعتقد 60 او 63 مليون مليار دينار عراقي. دينار عراقي شلون دينار 463 مليار دينار، يعني تقريبا تقريبا نسوي 400 او اقل من 400 مليون. لا هو شوف احنا ننظر للموضوع من الناحيه الاعتباريه مو من ناحيه الارقام، لانه الرئاسات الثلاثه رواتبها مو عاليه يعني قياسا الى التخصيصات الاخرى. يعني البرلمان الان بنتحدث عن 400 مليون والجمهوريه اعتقد بحدود 60 مليون او اقل من 60 مليون دولار، مو هي الارقام القويه، لكن من الناحيه الاعتباريه انه هذه الارقام فاحشه ومبالغ بها بشكل كبير.